السبب السابع للسيل انجري هي الفيزيكال ايج لايك تروما او اكستريميتيز اوف تمبريتشر الكتريكال شوك اند سادن تشينج ان اتموسفير بريشر ذات كوزز سيل انجري. اذا كل هاي الاسباب مثلا ان زياده درجه الحراره، النتله الكهربائيه، السادن تشينج بالاتموسفيرك بريشر يعني تغير الضغط الجوي فجاه، هذا كلها راح يؤدينا الى سيل انجري. العامل الثامن للسيل انجري هي الايجنج، كل ما ازداد تقدم العمر كل ما ازداد السيل انجري او قابليه الخليه للادابتيشن راح تقل. So causes low tolerance of body cells to the injury، وبالتالي راح تقل قابليه الخليه لتحمل الانجريوس ستيمولس. ميكانيزم اوف سيل انجري، بس نرجع الميكانيكيات اللي من خلالها الخليه تسوي سيل انجري. اولا اي تي بي ديبريفيشن، شلون يصير الاي تي بي ديبريفيشن او نقص في الطاقه؟ احنا ندري انه الطاقه داخل الجسم هي عباره عن اي تي بي، من تنقص جزيئات الاي تي بي داخل الجسم راح يؤدي الى حدوث سيل انجري، وهي اول ميكانيزم في حدوث السيل انجري. ATP is important to every process in the cell like protein synthesis, cellular osmolarity, and transported process like sodium pump file. The sodium and water enter and potassium is lost. Calcium pump fills calcium into the cell and the calcium is considered toxic substance when present in cytoplasm. Losses of ATP result of rapidly shut down of most critical homeostatic pathway and glycolysis depleted glycogen and lower of pH that causes losses of enzyme activity. Decrease protein synthesis that because ribosome detach. In addition that unfolded protein response that causes stress protein present in the cell. نقص الطاقة داخل الخلية، مثل ما نعرف أن الطاقة هي تقود عدة عمليات داخل الخلية، منها أنه صناعة البروتين، السيلولار أوزمولاريتي أو الخلية تحافظ على الأوزمولاريتي مالها من خلال البمبات اللي تشتغل بواسطة الـ ATP، إضافة إلى الترانسبورت بروسيس مثل عندنا الصوديوم بامب اللي تشغلها الـ ATP، وفي حال نقص الطاقة راح يصير الصوديوم بامب يصير بيها فيلز، وبالتالي الصوديوم راح يتجمع وين؟ داخل الخلية. إضافة إلى أنه من يتجمع الصوديوم داخل الخلية راح يسحب وراء من هو؟ راح يسحب وراء الووتر، وراح يبقى البوتاسيوم خارج الخلية. هذا راح يؤدي إلى راح تختلف الأوزمولاريتي of the cell. إضافة إلى عندنا بامب أخرى هي الكالسيوم بامب، هاي الكالسيوم بامب تعمل على أنه إخراج كل الكالسيوم من الخلية إلى خارج إلى الإكستراسيلولار، أو الكالسيوم الموجود بالسيتوبلازم ترجعه بالستورج سيت اللي هي من الستورج سيت للكالسيوم اللي موجود داخل الخلية اللي هو الميتوكوندريا والريتيكولو إندوبلازميك. فإذا توقفت هاي البامب أو الكالسيوم بامب راح يعتبر راح يزداد تركيز الكالسيوم داخل السيتوبلازم، والكالسيوم زيادة نسبة الكالسيوم داخل السيتوبلازم يعتبر نذير شؤم، لأن الكالسيوم بحد ذاته راح يحفز الباثوي للأبوبتوسيس. أيضا بانخفاض مستوى الـ ATP داخل الخلية راح يؤدي إلى خربطة أو disturbance للهوميوستاسيس مثل ما شرحناها سابقا أو شرحناها بالنقطة اللي قبلها للخلية، وبالتالي راح يؤدي نقص الطاقة. إنه الخلية شلون أنا أعوض الطاقة؟ من أجيب طاقة؟ شو راح تسوي؟ راح تكسر الكولاجين أو الجلايكوجين، راح تكسر الجلايكوجين الموجود داخل الخلية، تكسره في سبيل تحصل على الطاقة. الجلايكوجين هو عبارة قلنا عن جلوكوز، عن مركب معقد من الكربوهيدرات، وداخله جزيئات من الجلوكوز. الخلية محتاجة اي تي بي، فراح تكسر الجلايكوجين. من كسرة الجلايكوجين راح البي اتش مال الخلية راح ينخفض بسبب انه ادي نقص بالاي تي بي، فراح الخلية ما تكمل دورة كريبس تريد تحصل على طاقة سريعة، فراح يزداد اللاكتيك اسيد
من يزداد اللاكتيك اسيد ينخفض البي اتش، راح تتحول الانفايرومنت مال الانترنال انفايرومنت للخليه راح يتحول الى حامضي، وبالتالي معظم الانزيمات اللي موجوده داخل الخليه تفقد عملها. العامل الثالث اللي يؤدي نقص الاي تي بي هو قله انتاج البروتين. ليش يقل انتاج البروتين؟ احنا من يصير قله بالاي تي بي راح يصير له ديتاتش للرايبوسوم، راح تنفصل وحدتي الرايبوسوم عن بعض، وبالتالي راح يتوقف عمل تصنيع البروتين. اضافه الى انه البروتين هذا راح يتعرض بسبب انخفاض البي اتش راح يتعرض الى ستريس. ايش راح يصير له؟ راح يصير له ريفولدد. هو البروتين الطبيعي النورمال او الاكتيف بروتين هو فولدد بروتين، صاير ملفوف واحد يعني كانما كور مرصوف. البروتين شنو اللي لافه؟ هو اواصر موجوده بين الجزيئات او بين الامينو اسيد اللي مكونه لهذا البروتين. عند نقص الاي تي بي او انخفاض الاي تي بي راح او انخفاض البي اتش راح هاي الاواصر تنفتح فيتحول البروتين من فولدد الى انفولدد، والانفولدد بروتين يعتبر ان اكتيف بروتين ما راح يقدر يؤدي فعالياته الحيويه. هنا قد ما اجيب لكم اياه شرح الاي تي بي ديبريفيشن او نقص الاي تي بي، ما اجيب لك اياه على شكل شرح او مالتيبل تشويس، اجيب لك اياه على شكل مخطط، اقول لك سوي لي مخطط يوضح لي نقص الاي تي بي شلون راح ياثر لي ياذي لي الخليه او ياذي على الخليه. اذا من يصير عندي ايسكيميا راح يصير عندي بلد ليس بلد بروفيوجن او ديستربس ان بلد بروفيوجن تو ذا تيشو، وبالتالي الميتوكوندريا بانه ماكو تغذيه راح ما تصنع اي تي بي، راح ينقص الاي تي بي. من ينقص الاي تي بي قلنا راح يتوقف عمل الصوديوم بام، من يتوقف عمل الصوديوم بام هاي راح يؤدي الى زياده نسبه الكالسيوم داخل السيتوبلازم، إضافة إلى أنه راح تزداد تدفق. إن إحنا وين موجود الصوديوم يتدفق المي وراء، بما أنه الصوديوم يزداد داخل الخلية إذا المي راح يعبر من خارج الخلية إلى داخل الخلية، إضافة إلى زيادة خروج البوتاسيوم إلى الإكسترا سيلولا. هذا كله إيش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا إندوبلازميك سويلينج، سيل سويلينج، وبالتالي راح يؤدي إلى لوسز للمايكروفيلاي اللي موجودة خارج الخلية، وبالتالي راح يصير لنا بالب ممبرين اللي حكينا عنه بالريفرسبل تشينج او الريفرسبل انجري. اضافه الى انه انخفاض العامل الثاني بانخفاض قلنا مثل ما قلنا انخفاض الاي تي بي راح يؤدي لي الى زياده الان ايروبيك جلايكولايسيس، قلنا راح يكسر الجلايكوجين، من يكسر الجلايكوجين راح يزداد اللاكتيك اسيد، ما راح يدخل الجلوكوز بدوره كريبس لان هو ما عنده القابليه على انه يدخلها بدوره كريبس، يريد طاقه سريعه. فايش راح يؤدي الى زياده اللاكتيك؟ حيزداد عفوا تقل البي اتش، من يقل البي اتش راح توقف عمل معظم انزيمات الجسم، وبالتالي راح يسوي لنا كلامبك للنيوكلر كروماتين. إضافة إلى أنه انخفاض قلنا الـ ATP راح يسوي لي detachment للريبوسوم، وبالتالي راح ينخفض البروتين سينثيسيس وراح يصير مكانه lipid deposition. الباثوي أو الميكانيزم الثاني اللي السيل انجري هي generation of free radical. الجنريشن للفري راديكال والباثوي مال الفري راديكال راح نشرحها بالمحاضره اللاحقه بشكل اوسع، بعدين اقول لكم الفري راديكال شلون تتولد وشنو راح يسبب لي، لان الشرح مالته يطول مو مثل الشرح السابق. الباثوي الثالث للسيل انجري هي لوسز اوف كالسيوم هوميوستاسيس. الكالسيوم هوميوستاسيس الطبيعي اللي بالخليه تكون نسبه الكالسيوم بالسيتوبلازم جدا قليله، لان اكو مضخات تضخ الكالسيوم اما للخارج طبعاً لخارج الخليه او تخزنه بالمخازن مالته اللي هي الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم. Normally the extracellular concentration of calcium is higher. مثل ما قلنا انه
الكالسيوم خارج الخلية يكون نسبته أو تركيزه أعلى من داخل الخلية. الخلية شلون تحافظ على هذا المستوى من الكالسيوم داخلها؟ بواسطة الـ ATP، لأن راح تشغل المضخات اللي تطلعها خارج الخلية. Normally the extracellular، ومثل ما قلنا أنه الكالسيوم is normally stored in intracellular at mitochondria and endoplasmic reticulum. In injury or in cell injury as chemo or toxine allow to net off influxes extracellular calcium across the cell membrane followed by releases of calcium from intracellular store and this result in increased cytosolic calcium. بعض أنواع التوكسين أو بعض أنواع الدرك هدفها الأساسي هو الكالسيوم، أو تؤدي عملها من خلال زيادة الانفلكسز اكستراسيلولار كالسيوم. هذا راح يؤدي لنا إلى أنه زيادة نسبة الكالسيوم داخل الخلية، بالإضافة إلى أنه زيادة الانفلكسز للكالسيوم من المخازن مالته اللي هي الميتوكوندريا، وبالتالي راح يزود نسبة الكالسيوم داخل السيتوبلازم. زيادة نسبة الكالسيوم في السيتوبلازم داخل الخلية هذا يعتبر نذير شوم. ليش؟ لأن الكالسيوم من تزداد تركيزه داخل السيتوبلازم راح يؤدي إلى يسوي اكتيفيشن للفوسفولايبيز إنزيم الفوسفولايبيز. هذا الإنزيم الفوسفولايبيز راح يكسر لي شكو فوسفوليبيد موجود داخل الخلية. وبما أنه الفوسفوليبيد وين موجود داخل الخلية؟ موجود بالسيل ممبرين، فراح يسوي destruction للسيل ممبرين. إضافة إلى أنه الكالسيوم يسوي activation للبروتيز، إنزيم البروتيز يهضم شكو بروتينات موجودة في السيتوبلازم والسيل ممبرين، وبالتالي راح يكسر لي كل السيتوسكليتال او الانابيب او السيتوسكليتال اللي تحفظ لي شكل الخليه الطبيعي. اضافه الى انه الكالسيوم راح يسوي اكتيفيشن للانزيم الثالث او المجموعه الثالثه الانزيمات الاندونيوكليز. هاي الانزيمات اللي مسؤوله عن هضم الدي ان اي، وبالتالي راح تسوي لي دامج للدي ان اي اللي موجوده بالنيوكليوم. This is one of the main mechanisms of the cell death, either through severe damage to the membrane of lysosome and leakage of lysosome enzyme or trigger of apoptosis. Occur particular in hypoxia and ischemia and with searching toxin that preventing that rises in calcium or restoring to normal level of to prevent cell death. زيادة نسبة الكالسيوم تعتبر الباثوي للهايبوكسيا وللايسكيميا. دائما تكون الباثوي مالتها للسيل ابوبتوسيس هو زيادة نسبة الكالسيوم داخل السيتوبلازم. حتى نمنع السيل ديث او حتى نقلل الستريس اللي صاير على السيل لازم نقلل من وجود الكالسيوم داخل الخلية، وذلك من خلال انه اما نرجعه للاكسترا سيلولار نطلعه برا الاكسترا سيلولار او نرجعه للستورج مالته. هنا شرح اللي حكيناه سابقا راح تلقوه موضح بهذا المخطط، وانه شلون الكالسيوم راح يسوي لنا الباثوي للسيل ابوبتوسيس. يعني يجوز اجيب لك مكان ما اجيب لك اشرح لي شلون الكالسيوم يسوي apoptosis او شلون يسوي toxicity او cell injury. اقول لك ارسم لي مخطط يوضح ميكانيكية الكالسيوم وتأثيره على cell injury وشلون راح تكون الايفنت اللي يسببها. الميكانيزم الرابعة هي defect in plasma membrane permeability. defect in membrane permeability will result in change of concentration of metabolism across the cell membrane. Mechanism including this occurring with hypoxia or ischemia and free radical production. Immune mechanism as with completed activation of perforin from that lymphocyte attached to the cell infected with virus. All membrane may be damaged and ruptured by mechanical force in trauma or by ice crystal extreme cold.
الميكانيزم الرابع اللي السيل انجري او الاسباب اللي تؤدي الى سيل انجري، ميكانيكيتها او طريقه عملها هو انه تاثر، هي الميكانيك هي الرابعه اللي تاثر بواسطتها الانجريوس ستيمولس على السيل وتؤدي الى سيل انجري، هي الديفكت بالبلازما ممبرين او تغيير بالبريامبلتي للبلازما ممبرين. هاي الميكانيكية تشترك بيها كل من الهايبوكسية، الاسكيميا، الفري راديكال، راح تشترك في انه تسوي ديفكت بالممبرين بريامبل. اضافة لذلك انه الميون ميكانيزم يمكن عام بالمناعة او بالدرس الميكروبيولوجي اعطوكم الكومبلمنت. الكومبلمنت هي المواد البروتين الكيلينج سيل حتى تسوي لنا كيلينج للخليه المرادقه لها، فالكومبلمنت راح تغير لي الممبرين الميكانيزم مالته، راح تغير لي الممبرين بريامبلتي من خلال الاكتيفيشن للبيرفورين، وبالتالي راح يؤدي الى ان الليمفوسايت اتاك اون ذا سيل او تلتصق الليمفوسايت مع السيل اللي هي الانفكتد سيل او الخليه اللي امراض التخلص منها. اضافه لذلك انه كل السيل ممبرين ممكن ان تتعرض الى دمج ويصير لها رابتشر بسبب الميكانيكال فورسز، يعني بسبب التروما، انه اضرب على فد سيل معينه راح تؤدي الى حدوث رابتشر لهذه السيل ممبرين. اضافه الى انه السيل ممبرين من اخليه الايس كريستال ايضا راح تؤدي الى حدوث اختلاف بالممبرين بريامبلتي، وبالتالي تعتبر ميكانيزم اللي تؤدي خلالها الايس كريستال تؤدي من خلالها السيل انجري انه تسوي خلل بالبريامبلتي للسيل. الباثوي الخامس للسيل انجري هو الميتوكوندريا دامج. This non-selective pore may be reversible or become permeable leading to the cell death. Leakage of cytochrome C can be that trigger of apoptosis. إذا الميكانيزم الخامسة هي إنه تزود البور or non-selective pore داخل الممبرين اللي يغلف الميتوكوندريا، وبالتالي راح الميتوكوندريا تحرر السيتوكروم سي. السيتوكروم سي هو بروتين موجود بغشاء الميتوكوندريا، هذا السيتوكروم سي راح يحفز الباثوي للابوبتوسيس، ان الابوبتوسيس الى باثوي خاص بي، هذا الباثوي راح يتحفز او المسؤول التشيك بوينت مالته هو السيتوكروم سي. عندنا المورفولوجي irreversible injury. Two patterns for morphological change of reversible cell injury, including cellular swelling, fatty change. لهنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله نكمل بالمحاضرة الجاية.